ممرات، فتح عدة ممرات كهربائية، تطوير كل المناطق الموجودة، لأن الاستثمار في محطات توليد الكهرباء يكلف كذلك الدولة وخزينة الدولة. بربط هذا الشبكة الجنوب بالشمال سوف ننقل الكهرباء من الشمال إلى الجنوب، وكذلك من الجنوب بعض المناطق من الجنوب اللي عندها كذلك اكتفاء في الطاقة إلى الشبكة هذه، ورح نغطيه كل الشبكة الوطنية. رح تبقى تبتلي عندنا شبكة واحدة من الطاقة من الشبكة الكهربائية للتوتر العالي والتوتر المتوسط، ومن خلال هذه الشبكة سوف نطور كل ولاياتنا الجنوبية، وسوف نمكن من تحديث كذلك مناطق جديدة وتكوين كذلك مدن جديدة وتطوير مدن جديدة في جنوبنا الكبير، ومواكبة مشروع القرن وهو مشروع السكة الحديدية الذي يربط الشمال بالجنوب. وكل هذه المشاريع مرتبطة ببعضها بعض، الهدف من وراء هذا تطوير الصناعة، الزراعة، المحيطات الزراعية، وكذلك بالنسبة لجيراننا في البلدان الإفريقية وخاصة بلدان الساحل سوف نمتد، يعني راح نكون اتصالات حثيثة، وسوف ننسق مع كل هذه البلدان لتوفير الطاقة الكهربائية الجزائرية. احنا اصبحنا الآن في الجزائر قوة كهربائية، قوة بالنسبة للطاقة، نمثل في المنطقة قوة كبيرة في الطاقة، وخاصة الطاقة إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، في تحكم الجزائريين في كل سلسلة الإنتاج من تقنيين مهندسين وإطارات عليا ذات كفاءة عالية في صنع الغاز، تتحكم في كل هذه السلاسل، وكذلك بالطاقات المتجددة التي في برنامج 3000 ميجاوات موجود عدد كبير من محطات توليد كهرباء في الهضاب العليا وجنوبنا الكبير. في هذه التغطية الشبكة راح تخلي أن نقوي كل إنتاجنا والنقل الكهرباء والتوزيع الكهرباء إلى المناطق المهمة، وخاصة المساحات الكبرى الفلاحية التي قررها سيد رئيس الجمهورية، والآن وزارة الفلاحة في صدد إنجاز كل هذه المشاريع. لازم علينا الآن نوفر هذه الطاقة بأقل تكلفة وتكون موفرة للفلاحين تاعنا لإنجاح كل هذه العملية.